بسم الله الرحمن الرحيم، حياكم الله. بعد أن بينا معايير الصحة العقلية على المستوى التفكيري والمستوى الفلسفي، الرؤية الكونية للحياة والمستوى الأخلاقي والاجتماعي، نستطيع أن نميز ما هو الإنسان الصحيح عقليا والإنسان الصحيح غير الصحيح عقليا أو المختل عقليا، يعني فكريا. ومعنى مختل عقليا يعني مجنون، يعني في انحراف فكري عنده. فهذه نقطة مهمة جدا ويعتبر إنجاز ضخم جدا. أصبحنا الآن كالأطباء البشريين، عندنا موازين يعني علمية موضوعية دقيقة لتمييز الصحة من المرض. طيب الآن إذا اكتشفنا أي انحراف على مستوى التفكير أو الرؤية الكونية أو النظام الأخلاقي، نستطيع أن نعالج هذا المرض بإرجاع هذا المريض إلى حالته الطبيعية. إذا كان عنده اختلال في التفكير نصحح له تفكيره، إذا كان عنده اختلال في الرؤية الفلسفية للحياة نصحح هذه الرؤية له، إذا كان لديه اختلال في النظام الأخلاقي ونظام القيم نصحح له هذه الرؤية بناء على المعايير الصحيحة التي نعرفها نحن مسبقا المبنية على هذه القواعد العقلية القويمة والرصينة والمتينة والواقعية. طيب إذا هذا هو التشخيص والعلاج. طيب طبعا ما نأخذ أكثر من ذلك في التفصيل، يكفي هذا المقدار كإشارات وكمعالم على الطريق. ننتقل الآن إلى القسم الأخير من الصحة العقلية، وهو ما نسميه بالطب الوقائي. الطب الوقائي Preventive Medicine. هذا الطب الوقائي، الطب بصفة عامة سواء كان جسماني أو نفساني أو معنوي، ينقسم إلى قسمين: طب علاجي وطب وقائي. كل الذي فات من بيان معايير الصحة والمرض وتشخيص المرض وعلاج المرض هذا يسمى بالطب العلاجي. أما الطب الوقائي فهو الذي يسعى إلى منع أو الوقاية من المرض، والوقاية خير من العلاج كما يقول، هذا يسمى بالطب الوقائي. طيب هذا الطب الوقائي منظمة الصحة العالمية وضعت له ثلاث مراحل: مرحلة أولى وثانية وثالثة، وكل مرحلة لها هدف معين ولها آلياتها الخاصة بها ولها أساليبها الخاصة بها. المرحلة الأولى من الطب الوقائي، هنتكلم بصفة عامة الآن، هو هدف شيء واحد: منع وقوع أصل المرض بحيث ما يصل الإنسان أي مرض، الوقاية من حصول المرض من وقوع المرض. طيب وهذا يكون عن طريقين: الطريق الأول يكون باجتناب العوامل التي يمكن تؤدي إلى الوقوع في المرض، بيسموها الريسك فاكتورز أو العوامل الخطرة التي ممكن أن توقع الإنسان في المرض، مثل التدخين، الاسترس، الإرهاق، سوء التغذية، سوء النشاط الطبيعي، عدم ممارسة الرياضة، الدهون، السكر، الضغط. هذه كلها أمور تؤدي إلى ظهور المرض أو تهيئة الجسم أو لحصول المرض. هذا إذن الأسلوب الأول في المرحلة الأولى هو اجتناب العوامل التي يمكن أن تمهد الطريق وتفتح الباب للإصابة بالأمراض. هذه يقوم الأطباء عن طريق رفع مستوى الوعي الثقافي الصحي عن طريق البرامج التلفزيونية أو المجلات أو الكتب، بحيث الناس تكون عندها ثقافة طبية من أجل المحافظة على صحتها من الإصابة بالمرض ابتداء. طيب الطريق الثاني بالنسبة للمرحلة الأولى الوقائية هي رفع مستوى المناعة الجسمية، هذا في طب الجسم البشري، تقوية المناعة الحصانة عن طريق ماذا؟ عن طريق التطعيم أو التلقيح، الفاكسينيشن، هذا التطعيم اللي بيعطوه للطفل أو ينزل بطن أمه إلى أن يكبر ويشب، هذه من أجل رفع مستوى المناعة ضد الأمراض. إذن التطعيم أيضا هو الأسلوب الثاني بالنسبة للمرحلة الأولى، وهي المرحلة الوقائية التي تمنع من وقوع المرض. أما المرحلة الثانية من الوقاية فيتهدف إلى شيء واحد، وهو الاكتشاف المبكر للمرض قبل أن يستفحل. وهذا لا يكون إلا عن طريق شيء واحد فقط، وهو التشيك أب، يعني الفحص الدوري بالتدريج. هناك كل 16 كل سنة يراجع الإنسان حتى وإن كان لا يشعر بالمرض، يراجع المراكز الطبية حتى يأخذ منه عينة الدم، أشعات على الصدر، يفحصوا جسمه حتى إذا كان هناك مرض يكتشفوه بسرعة ويعالجوه بسرعة. فإذا الاكتشاف المبكر للأمراض
ومحاصرة سرعة محاصرتها قبل استفحالها، هذا من أهم وغايات وأهداف المرحلة الثانية والمرحلة الوقائية، لتمنع تساعد على اكتشاف المرض في مراحل الأولى. وإذا كان مثلا شعر موجود مثلا بداية سكر يعالج السكر، ضغط يعالج الضغط، إذا ظهر مثلا ورم خبيث صغير يستأصله بسرعة. في هذا الغاية من هذه المرحلة الثانية هو الاكتشاف المبكر للأمراض بعد وقوعها وسرعة محاصرتها لمنع استفحالها بعد ذلك وتدميرها للجسم التي ممكن أن تودي في النهاية إلى موت الإنسان. هذه هي المرحلة الثانية من الوقاية، وننتقل إن شاء الله للمرحلة الثالثة في الحلقة القادمة حول كيف نقي الإنسان من الأمراض في مرحلته الثالثة وهي بعد وقوع المرض إن شاء الله تعالى.